انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. ثمانية من الجيادة العربية الأصيلة المبتدئة تشارك مسافة 1800 متر من وسط الجياد نخوة العرب. ومن الجهة الداخلية باهي السيد نايف محمد الهجري في صدارة قوية، والخيال جيرالد أفرانش محاولة وصدارة رباعية أو خماسية محاولة لخطف الصدارة في هذا الشوط. هناك باهي ويليها الجواد نخوة العرب، وهناك محاولة لخطف الصدارة من قبل الجواد السارة نايف ملك الشيخ عبدالله بن ناصر الأحمد الثاني والمنعطف الأول. اتجاها هنا المنعطف الثاني ونقطة 1200 متر خمسة من الجياد في خط واحد وخطوة بخطوة. محاولة لجياد الشحانية وسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني بالجهة الخلفية محاولة للحاق، ولكن زهيبة عفوا بوضع جميل وهادئ من الجهة الداخلية. والوصافة هناك للجواد نخوة العرب. راشد عند الكرة حسن مري والفارس سنان برتو، والوضع التهدئة والوضع الجميل مع مارفل سلم ودسار النايف الشيخ عبد الله بن ناصر الأحمد آل ثاني، والمنعطف ما قبل الأخير. وتقلص المسافات وتقترب الجياد من المنعطف الأخير، ولا تزال الصدارة ثلاثية خطوة بخطوة. محاولة للسيد حسن بن علي المطوي ومجد الجزيرة من الجهة الخارجية، ويعطى الإعازة الآن والأمتار الأخيرة. باهي باهي نايف محمد الهجري محاولة للحاق من قبل موهوب الزايدي ملك السيد حمد الأهلي المري، والأمتار الأخيرة. نعم موهوب الزايدي الآن والأمتار الأخيرة. محاولة للحاق من بسار النايف وخطف الصدارة، ولكن موهوب الزايدي وفوز جميل ومحقق في هذا الشوط. أعزائي الجمهور والحضور الكريم، شاهدنا سباق جميل وممتع ونتيجة الشوط السادس من هذا الحفل. جاء في المركز الأول الجواد رقم 6 مؤمن بزايدي ملك السيد حمد عبد الله نزار الغفران المري والمدرب محمد عبد الهادي المري والخيل الجبار كريم عبد. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 2 سارة نايف ملك الشيخ عبد الله بن ناصر الأحمد الثاني والفارس مارفل سلمان. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 1 باهي ملك السيد نايف محمد الهاجري والخيال جيرالد أفرانش. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 8 رفع سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والخيال جي الشيخ. في الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 7 نخوة العرب ملك السيد راشد عنتر كردي منخس المري والفارس سانع الفرتو. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة الأشواط الرئيسية وكأس مؤتمر الواهو في قطر وكأس جي ستريم.